مفيش حاجة. ايه ماليش ايدين انا نونو مثلا هتقعدي تقشري لي بيض؟ لما احتاج بيض انا هقشر لنفسي. طيب. طب دوق الفول ده لو دلع اقوم اجيب لك حبة ملح. لا قد الا لما انا هحتاج ملح هحط ايديا اهي. مالك؟ فيك ايه؟ من ساعة ما رجعنا من خطوبة الواد يوسف اخويا وانت متغير. تكونش زعلان من ماما اكمنها يعني قفلت عليك في الكلام وكده؟ قسما بالله العلي العظيم كلمة زيادة ما انا جاي يوم التلات الجاي. لا اهو اتكتمت يعني هتبقى مرة واحدة بس في الاسبوع حرام عليك. اهو سكت. لا قولي لي يا منيرة. نعم. يا امك امبارح خدتك على جنب كده وقعدت تلوكي معاكي يجي ساعة. كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لك ايه يا منيرة؟ كانت بتطمن عليا. كانت بتقول لك ايه يا منيرة بالظبط؟ افتكرت. ده كانت بتشكيلي حالها بتقولي محدش بيجي يطل عليها في البيت وانها بقت وحدانيه من بعدي والواد يوسف اخويا الله يجازيه معيشها على البرجر. كانت بتقولك عني ايه يا منيره؟ كانت خايفه عليا وبتوعيني وبتحذرني يعني فكره ان انا حماره وممكن اي حد يمضيني على اي حاجه. حاجه زي توكيل مثلا؟ ما تاخدش في بالك حصل خير هقوم اعملها. حاضر يا منيره. حاضر. انا الحاج خالد مخلوف همضيك انت على توكيل عشان انصب عليكي واخد فلوسك؟ يا حبيبي هي مش قصدها كده خالص ولا حد يجرؤ ولا حد يقول كده ابدا. وبعدين انا رديت عليها ورديت رد جامد يا خالد. ربنا يعلم انت غالي عليا قوي. توثق فيا منيره؟ ده انا سبت الدنيا كلها، سبت الونس، سبت الاهل، سبت كل الناس اللي حواليا عشان بس اقعد معاك وان شاء الله حتى تطل عليا يومين في الاسبوع. انا راضيه. جاي دلوقتي تقولي واثقه فيا؟ ده انا ثقتي فيك ملهاش حدود. بس الثقه مش بالكلام، بالفعل يا منيره. مش فاهم. بص يا منيره، انا ما ينفعش اقعد مع ست تحت سقف بيت واحد وهي مخوناني او شاكه فيا او بتحرص مني. انا احرص منك؟ بقول لك ده انا ماليش غيرك في الدنيا كلها تقولي حرص منك؟ يا خالد ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. حلو، يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا على الشهر العقاري تعملي لي التوكيل عام. اهو سكاتك ده بقى بيثبت لي ان امك ما كانتش بتتكلم معاكي كلام فارغ وانها فعلا كانت بتحذرك مني. ماشي؟ سلام عليكم. لا 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 والنبي والنبي ما تسيبنيش لوحدي عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا. يا اما كل واحد يروح لحاله. قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ هغير هدومي، هغير هدومي. افطر، افطر هغير هدومي. بسرعة. لا إله إلا الله، هو أنا كفرت لما قلت لهم على فكرة مشهد حلو؟ إيش عرفني أنا بقى إنهم هيشيلوا منك مشاهد؟ بقى وحياة ولادك يا شيخ، وحياة حجتك يا حجة الشريفة، أنتِ ما تعرفيش إن هم ممكن ينتفوا الدور ويقصقصوه بسببك؟ لا كنت بشر عليكي يا بدرية، كنت عايزة أذنبك، كنت عايزة أطلع حلوة زي القمر ومنورة في الفيلم لوحدي وأنتِ أركنك على جنب، بنت كلب قوي أنا، ارتحتي كده؟ يا شريفة أنتِ اعتزلتي بنفسك وبمزاجك، لكن أنا خلاص الناس ما بقتش عايزاني. ما صدقت ما جالي دور مساحه دور عليه القيمه، قلت اتسند عليك عشان انت برضو ليكي اسمك واسمك تقيل مش اي اسم. ابص الاقي الدور كده متقصقص. انت عندك حق، انا هتصل بيهم واقول لهم يسكوا على التعديلات اللي انا طلبتها دي. انا ما كنتش عارفه ان اللي انا طلبته ده ممكن ياثر على دورك. حقك عليا. لا طبعا ما تعمليش كده، لان ساعتها هيبقى شكلي زباله قوي، هيقولوا ان انا جيت وعيطت لك. طب انا اعمل ايه بس؟ ايه اللي يريحك دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا شريفه، بس لما انا برضو افكر تفكيره حلوه تنسفلك دورك ما تبقيش تزعلي. فكره ايه بقى است بدريه؟ لا دي ما تتقالش، دي تاخديها في وشك على طول يا شريفه. خلاص اعملي اللي انت عايزاه واللي يريحك. ماشي. يلا يا حمام
يلا بقى كده هنتأخر على ميعاد الزيارة. ده انا ما صدقت ان هشوف ابني. ايه ده؟ انت هتخرجي كده؟ هخرج كده ازاي بس يا عمي؟ وانت لسه ما لبستيش يا حنان؟ يلا بنت بسرعه اعملي معروف. اصل ماما لسه مكلماني في التليفون وقايله لي انها هتيجي عشان تسلم عليك. سلم عليا انا؟ ما انا في خطوبه يوسف قلت لها ان انت تعبان وعشان كده ضيا ما راحش. يا بنت بس احنا لازم ننزل دلوقتي. ما هو في زياره اخر النهار. وانا هستنى لاخر النهار. انا ما صدقت انهم سمحوا لنا بالزياره وهشوف ابني. تقولي لي اخر النهار؟ بقول لك يا حنان انا هنزل انا قبل ما يجوا، ولما تيجي امك بقول لها اي حاجه. اقول لها بس اي حاجه ازاي؟ دي هي جايه مخصوص عشان تطمن عليك. تصرفي بقى يا حنان، قولي اللي انت عايزاه. طب استنى بس، انت هتعرف تروح لوحدك؟ هعرف. وانا عيل صغير هاخد تاكسي، هاخد تاكسي. ماشي ما تقلقيش. لا طبعا انا مش موافق على النفخ ده. ليه بس يا عمر؟ لا لا نفخ لا يا عمر، ده هما بس 50,000 جنيه كل 6-7 شهور. يعني شويه فكه. مش انت اللي قلت لازم نتبسط بالفلوس؟ انا الحاجات دي هتبسط. انا قلت ننبسط بالفلوس مش نتنفخ بالفلوس. وبعدين هو انت متصوره ان انا بتكلم على الفلوس؟ ما انت عارفه كويس قوي ان مفيش حاجه بتحلمي بيها الا وبجيبها لك. انا مش بتكلم على الفلوس. امال بتتكلم على ايه يا حبيبتي؟ انا بحب شكلك كده، بحبك كده من يوم ما عرفتك وانا شايفك زي القمر في عينيا. مش عايز اي حاجه فيكي تتغير. وبعدين اقول لك على حاجه بقى، انت عجيبه ومجنونه على فكره. على فكره لا، على فكره عشان انت من اسبوعين بس كنت بتتريقي على اللي اسمها رانيا دي، وبتقولي لي قال ايه، بتقول لي اعمل عمليات تجميل. حليت دلوقتي عمليات التجميل؟ على فكره بقى انت السبب. انا؟ ايوه، الحياه اللي انت دخلتنا فيها دي والناس اللي بقيت اشوفهم كل يوم، بقيت احس ان في حاجات كتير فيا ناقصه. وبعدين مش بقيت تروح تتجوز واحده تانية. يا حبيبتي والله العظيم عمري في حياتي ما افكر لا في واحده تانية ولا ثالثه. انا بحبك انت. يا حبيبتي اسمعيني عشان خاطري يا تقى، والله العظيم يا حبيبتي الحاجات دي ممكن تبوظ شكلك وانا بحبك كده. اقول لك على حاجه، ده في نجوم كبار وشهم باظ بسبب العمليات دي. ايوه عشان بيعملوا حاجات كتيره وكبيره واصلا بيبقوا عايزين يغيروا شكلهم. انا مش هعمل كده يا عمر. بص 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 عشان خاطري، انا كلمت الدكتور وقلت له انا مش عايزه شكلي يتغير، اوكي؟ انا عايزه افضل زي ما انا كمان 4-5 سنين، فهعمل حاجات صغيره بس. انا اضمن منين بقى ان شكلك مش هيتغير ويبوظ؟ اضمن والله العظيم اروح اتجوز عليكي وبقيت غني ومعايا فلوس، يعني اقدر اتجوز عليكي بكره. طب خلينا نتفق اتفاق، اوكي؟ بليز. اوكي اتفضلي. هعملها مره واحده بس، اوكي؟ ولو شكلي اتغير يبقى خلاص مش هعملها تاني. انا اضمن منين اصلا ان شكلك ما يتغير؟ انا اللي بقول لك مش هيتغير. استغفر الله العظيم يا رب. بليز 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 وافق. طيب اسالك سؤال. اسالك سؤال. اسالني. هتلعبي في وشك بس ولا هتخش كمان على جسمك بقى وتبعجري وتعملي لي حاجات كده اهو؟ انت بتفكري؟ لا مش بفكر. والله بتفكري. والله بفكر. والله لا والله. وش بس وش بليز وافق عشان خاطري. بليز خلاص يا طقه. حاضر اوكي. حاضر 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 يا تقى. هات لي دي هنا يا حبيبي. ايوه هي دي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما. مبروك يا حنان، لسه ماما قايله لي على موضوع النونو. الله يبارك فيك يا حبيبي. هو الحاج جمال في اوضته؟ لا اصل حصلت حاله وفاه في العيله، حاله من بعيد كده يعني، ابن عم ابوه فرحه وضياء يحضروا الجنازه. يحضروا الجنازه؟ طب نزل ازاي هو تعبان كده؟ ما هو بقى كويس يا ماما، والمرحوم غالي عليهم قوي. تشربوا ايه؟ لا 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 مش هلحق اشرب اي حاجه، انا عندي مشوار كمان شويه. ماما عارفه انا خلاص هفتح الشركه كمان اسبوع، كان نفسي بس اسلم على ضياء. اهم حاجه بس ما تنسيش توصلي له. حاضر حبيبي. ماما ساعتين بالظبط وهرجع اخدك. ماشي ماشي حبيبي، روح ربنا يوفقك. خلي بالك من نفسك يا نونا. طيب ماما انا هعمل شاي، تشربي معايا؟ انا مش عايزه شاي ولا قهوه، خليكي قاعده في مطرحك. انت المفروض تستريحي خالص الفتره دي. عارفه لو اختك كانت لسه عندي كنت قلت لك تعالي اقعدي معانا، على الاقل ما تمديش ايدك في حاجه. تصدقي يا ماما انا
انا فعلا عايزه اقعد معاكي. انا محتاجه لك قوي يا ماما قوي. حبيبتي ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجه. مفيش. مفيش؟ مفيش ازاي؟ اوعي يا حنان تكوني زعلانه انك حملتي تاني، ولا لسه بتفكري في اياد واللي حصل له؟ الله يرحمه يا بنتي، ده كان عمره اللي ربنا قسمه له، واهو الحمد لله ربنا بيعوض عليكي وعلى جوزك. تعرفي ان ضيه ده هيخش الجنه على قد ما صبر ده كله وفضل متبت فيكي وسندك في كل الغم اللي شفتوه. ضياء تعبان قوي قوي يا ماما وبيتعالج. بيتعالج؟